تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأسبوع الأول من موسم الوسم بعد هذا الفاصل. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، إليكم أبرز التوقعات الجوية خلال الأسبوع الأول من موسم الوسم، ونبدأها من يوم الأحد. يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون في المناطق الشمالية الغربية 32 إلى 20 درجة مئوية، أما في المناطق الغربية 35 إلى 26، أما في المناطق الجنوبية الغربية من 25 إلى 14 درجة مئوية. في المناطق المتوسطة والرياض 36 إلى 25، في المناطق الشرقية 36 إلى 25، وفي المنطقة الشمالية الشرقية 34 إلى 21 درجة مئوية. أما فيما يخص يوم الاثنين فيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون درجات الحرارة 32 إلى 20 في المناطق الشمالية الغربية، في الغربية 36 إلى 26، في المناطق الجنوبية الغربية 24 إلى 13، في المناطق الوسطى 36 إلى 24 درجة مئوية، في المناطق الشرقية 36 إلى 24 و 35 إلى 21 في المناطق الشمالية. أما يوم الثلاثاء ف 32 إلى 20 لا يطرأ أي تغييرات على درجات الحرارة، تكون قريبة من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، 35 إلى 27 في المناطق الغربية، في المناطق الجنوبية الغربية 24 إلى 13 درجة مئوية، 36 إلى 23 في المناطق الوسطى، أما في المناطق الشمالية من 35 إلى 20، وفي المناطق الشرقية من 36 إلى 24 درجة مئوية. يوم الأربعاء تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، 33 إلى 20 درجة مئوية في المناطق الشمالية الغربية، وفي المناطق الغربية 34 إلى 26، وفي المناطق الجنوبية الغربية 23 إلى 13 درجة مئوية. أما في المناطق الوسطى 36 إلى 21، في المناطق الشرقية 37 إلى 24، و 36 إلى 20 في المناطق الشمالية مع وجود بعض السحب. أما يوم الخميس 33 إلى 21 في الشمالية الغربية، أما في الغربية 34 إلى 27، وفي الجنوب الغربية 23 إلى 14 درجة مئوية. في المناطق الوسطى 36 إلى 21 و 34 إلى 20 في المناطق الشمالية، وأخيرا في المناطق الشرقية 36 إلى 24 درجة مئوية. أما فيما يخص نهاية الأسبوع ويوم الجمعة تحديدا، يبدأ منخفض جوي بالتأثير على مناطق بلاد الشام، ويقوم المتنبئين هنا في مركز طقس العرب بمشاهدة تأثيره على المملكة وأجواء المملكة، ولكن تبقى الأجواء يوم الجمعة 33 إلى 18 في المناطق الشمالية الغربية، أما في المناطق الغربية 34 إلى 26، في الجنوبية الغربية 24 إلى 14، في المنطقة الوسطى 36 إلى 23، في المناطق الشرقية 36 إلى 25، وفي المناطق الشمالية 32 إلى 19 درجة مئوية. كانت هذه أبرز التوقعات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب فيما يخص الأسبوع الأول من موسم الوسم. نتمنى السلام للجميع، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.